الرجل الحقيقي بيطلب أمرين، المخاطرة واللعب، والمرأة هي أخطر الألعاب، هيك بيقول زرادشت. أما صديقنا فرويد بيقول لحتى نحلل نفسية أي شخص لازم نفك رموز لغة اللاوعي، وهي اللغة بتترجم بحركات الجسد. ونحن اليوم رح نفك شوي من رموز لغة جسد الرجل معك. كيف تعرفي إذا الشاب معجب ببنت؟ من اهتمامه، ممكن بلمسة الدافية، من عيونه. لما يكون الشاب معجب ببنت رح يحرك حواجبه حركة سريعة، وغالباً معظم الرجال ما بيقدروا يتحكموا بهاي الحركة. لما يكون الشاب بمكان وتعجبه بنت تلقائياً رح يلمس وشه أو دقنه بطريقة واضحة. واللي اتفقوا عليه معظم محللين لغة الجسد هو إنه اتجاه القدم بيتبع للدماغ. إذا كان اتجاه قدمه لعند الباب انتبهي، بده يهرب عند أول فرصة. إذا كان اتجاه قدمه لعندك اطمني وتابعي حديثك، لأنه معجب فيكي وبحديثك. إذا كان شوب وما شلح الجاكيت بيكون مو مبسوط وبده يفل، وهو عم بفل ما رح يبرم صوبك. انت وعم تفلي ما تبرمي صوبي. بعد ما انعجب فيكي وحبك اكيد رح تبلش مرحلة المشاكل والكذب. كيف تعرفي اذا الشاب عم يكذب عليكي؟ في حال عاد السؤال عم تسأليه مرة تانية بيكون عم يعطي حاله وقت لحتى يزبط الكذبة. إذا كان عم يشرح لك كتير على شي موضوع ويعطيكي معلومات مو مطلوبة وشغلات ما بدك ياها بيكون عم يكذب، لا تنبسطي إنه عم يعطيكي من وقته كتير. وإذا كان مسافر وبعت لك مسج I wish you here ونقص الإي وصارت I wish you here، غالباً هو عن جد قصده هي مو أنت. شو وردة أو كلمة حلوة؟ وردة يعني سيارة، آيفون، هيك. وهديته كمان بتدل على شخصيته. لما بيبعت لك ورد بالدليفري بيكون راح عند أسهل شي وأقل شي بده جهد. لما بيهديكي ألماس هو شخص ذكي، بيعرف منيح شو بده وإمتى يحصل عليه. هو أكيد كريم، بس بيعرف أنه لما بتلبسي هديته الغالية عم تخبري العالم كله أنه أنت ملكه وبس. أما لما بيعزمك على العشاء لبرا هو شخص تقليدي، والرومانسية عنده تقتصر على الحديث. بعد ما حكينا عن مظهر الرجل ولغة جسده رح ننتقل من برا لجوا لشخصيته ونفسيته. الدكتور جون غراي بيقول لك لازم تعرفي تختاري الوقت المناسب لحتى تحكي معه. لما ياخد وقته يبعد يحل مشاكله ويرجع، هذا هو أنسب وقت لتحكي عن الشي اللي بدايك. لا تنسي أبداً أنه بالنسبة لأي رجل أنك تعطيه الثقة هو بنفس أهمية الاهتمام عندك. انتبهي كتير منيحة أسلوبك بالجدال. غالباً بتبلشوا الجدال على موضوع معين وبعد 5 دقايق بس بيصير الحديث على كيف أنتوا عم تحكوا مع بعض، وبتنسوا شو الموضوع الأساسي أصلاً. وآخر شيء لازم تقدري كل شيء عم يعمل لك يا صدقيني، ابتسامة صادقة مع كلمة شكر كافية لأنه يضل عم يعطيكي كمان وكمان. بيقول زرادشت ما بيحرر المرأة من ذاتها إلا اللي تكاملت في الرجولة. خليكي طموحة لأنك تستحقي الأفضل.